قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن ما هي الحياة؟ هل الحياة كما قال عنها شكسبير: ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في حجرة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.